بالنسبة لفقرة جيولوجيا لسلسلة الجبلية الحديثة، اليوم سوف أتطرق إلى الجرانيتية أو الجرانيت الإنديساسي وعلاقته بالصخور المتجاورة. إذا كما نعلم أن على مستوى سلاسل الانصدام نلاحظ سلسلة من التحولات، حيث أن الشيست يتحول إلى الميتا الشيست ثم إلى غنايت نتيجة الارتفاع في عوامل التحول التي هي درجة الحرارة والضغط، وبالتالي يسمى هذا النوع من التحول بتحول دينامي حراري مميز لمناطق الاصطدام. وعند زيادة في ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة أو ما عندما يصل إلى الحد الأقصى لدرجة التحول من الضغط ودرجة الحرارة يبدأ انصهار جزئي للجرانيت، وبالتالي نحصل على صخرة ميغماتيت التي تتميز ببنية ذات صخور، تميز صخور متحولة هي بنية ورقة وبنية تميز صخور الصهارية ذات تبريد بطيء هي بنية محببة. وعند الزيادة في ارتفاع كل من الضغط ودرجة الحرارة يحدث انصهار كلي للجنايس ونحصل على صهارة أناتيكتية، وبالتالي تعطي عند ترتيبها جرانيت أناتيكتي. إذن الذي يمكن أن نعرض له بهذا الشكل أو نمثله على هذا الشكل، حيث أن حدوده غير صريحة مع الصخور المجاورة، لأن مباشرة بعد الجرانيت نجد صخرة الميغماتيت R صفر R واحد R ثلاثة. إذا جرانيت هنا رمزت له ب R ثلاثة، الميغماتيت أرمز له بالصخرة R واحد، والصخرة الأصلية جرانيت رمزت لها ب R صفر، وبالتالي نقول هنا تدرج في الصخور أو تدرج في تحول هذه الصخور، لهذا نقول على أن الحدود فهنا حدود غير صريحة عكس الجرانيت الانديساسي. عندما تصل جزء من الصهارة الأناتيكتية إلى الأعلى نتيجة الاختلاف في الكثافة، إذن تعطي صهارة، هذه الصهارة يحدث لها تبرد أو تبريد بطيء، فتعطي ما يطلق عليه بجرانيت إنديساسي. هل جرانيت إنديساسي يؤدي إلى ماذا؟ إلى تشكل حوله هالة التحول. هذا التحول نتيجة الاختلاف في الحرارة بين الصهارة الناتجة عن جرانيت الأناتيكتي وبين صخور المجاورة، وبالتالي حصلنا على صخور متحولة، وهذا التحول يسمى بتحول حراري، لأن الدرجة الأولى ناتج عن اختلاف الحرارة بين هذه الصهارة والصهارة المجاورة، وبالتالي الحدود هنا حدود واضحة، ونقول كذلك عنها حدود صريحة. الآن بصفة عامة الجرانيت الانديساسي
يتميز بكتلة كبيرة جدا وبمسافات طويلة تتعدى عدة